السلام عليكم، مرحبا بكم مرة ثانية. فيديو جديد من بعد ما شفنا في نفس الدرس ديال فراكسيون اوبيراسيون، وصلنا للحالة الثالثة اللي هي لو كا دو دو فراكسيون عندهم ميم نيميراتور. اوكي، كا دو دو فراكسيون ان باردون ان لو ميم نيميراتور. شنو شفنا؟ شفنا في الاول نفس دينوميناتور، اوكي، ولكن دابا غنشوفو نفس نيميراتور. اوكي، نيميراتور اللي هو البسط. اوكي، نعطيكم واحد الحاله، انتما كيف كتشوفوا اكزامبل 3/7 et 3/5. OK, عندنا même numérateur. كيف ما كتشوفوا عندنا même numérateur. OK, القاعده اش كتقول؟ Si deux fractions ont le même numérateur, alors le plus petit est celui qui a le plus grand dénominateur. يعني الصغير فيهم هو اللي عنده اكبر مقام. حلو ودنيكم مزيان. الصغير فيهم اللي عنده اكبر مقام. اوكي، لو بلي بيتي اي سولوي كي ا لو بلي غران دينوميناتور. يعني شكون اللي صغير فيهم اللي عنده اكبر مقام؟ المقام اللي عندنا دينوميناتور 7 اي 5. اشنو قلنا؟ الصغير فيهم اللي عنده اكبر مقام. شكون اللي في اللي كبير؟ عندنا 7 ستريكتومون سوبيريور ا 5. اوكي، 7 اكبر من 5. دونك هذا العدد صغر من هذا العدد. علاش؟ لان قلنا 7 اكبر من 5. اوكي، يعني شنو قلنا؟ الصغير فيهم اللي عنده اكبر مقام. عندنا 7 اكبر من 5، دونك هذا العدد كله اصغر من هذا العدد. اوكي، نعاود هنا. دابا كنهضروا على ميم نيميراتور. الا عندنا ميم نيميراتور راه كنمشيو بالعكس، ماشي بحال ميم دينوميناتور. اوكي، دابا كنمشيو بالعكس. عندنا نفس البسط، عندنا نفس البسط 3/3، العدد اللي كيكون فوق نفسه. اوكي، ولكن شكون اللي كيكون كبير فيهم؟ راه اللي كيكون كبير فيهم هو اللي عنده المقام ديالو صغر من المقام الاخر. اولا الكبير فيهم هو اللي كيكون عنده المقام، اولا الصغير فيهم اللي كيكون عنده المقام كبر من الاخر. اوكي، مفهوم؟ كنتمنى تفهموا. نعطيكم مثال واحد اخر، مثال واحد اخر هو هذا. هذا المثال 28 على 109 و28 على 111. شنو كنلاحظوا؟ عندنا نفس البسط، عندنا نفس نيميراتور. نيميراتور عندنا 28 هنا و28 هنايا. اوكي، القاعدة شنو كتقول؟ إلا كان عندنا نفس البسط، الكبير فيهم هو اللي عنده أصغر مقام. شكون اللي عنده المقام ديالو صغير؟ واش هاد العدد ولا هاد العدد؟ بيان سور هاد العدد المقام ديالو صغير. ها هو 109 صغر من 111. أوكي، عندنا 109 صغر من 111. دونك شكون اللي كبير فيهم كاملين؟ هو هذا العدد هذا. علاش؟ لان المقام صغر من المقام ديال العدد الاخر. اوكي، كنتمنى الفيديو الى الاعجاب ديالكم، تكونوا فهمتوا محتوى هذه الفقره. الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك بالقناه.